متتبعينا الكرام ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. فتحية خالصة لكل متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، فأغلى تحية لكل متابعينا الكرام. فصباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي اللي كنخصو لكم بديت بن سليمان. فأغلى تحية لأغلى مشاهدين، فكنتمنوا يدوز نهاركم بألف ألف خير، وكل عام وانتم بألف ألف خير. أغلى تحية لكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي كيخصو لكم مدينة بن سليمان. تحية طيبة لكل متابعينا الكرام، ونقول لكم مرحبا بكم على في هذا البث المباشر الصباحي اللي عندنا الموضوع ديال هو كنتمنوا من كل المواطنين انهم يلتزموا ووضعوا الكمامة ديالهم. صراحة والله هادشي مابقاش فيه اللعب، كما كتشوفوا مع هذه الحالة غدا كتزاد، عدد الحالات غدا كتزاد. فوينا كنسمعوا يوميا واحد الارتفاع كبير على الحالات، ما بغيناش نوصلوا للحجر الصحي الشامل، ما بغيناش نوصلوا للحجر الصحي الشامل. ديروا الكمامه ديالكم. صباح الخير زوزو، صباح الخير ام كوثر، كل شيء لا ما يرام. الحمد لله خويا نجيم، الله يحفظك. ديروا الكمامه ديالكم، راه كورونا خطيره وما معهاش اللعب، وكتحصد ارواح الابرياء صراحة. كنتمنوا من كل متابعينا الكرام انهم يحاولوا حتى يوعيوا الناس، هادشي مابقاش فيه اللعب، هادشي ولا خطير. ولينا كنسمعوا يوميا واحد الارتفاع كبير في عدد الحالات، كما كتلاحظوا معنا متابعينا الكرام، وانتم كتشوفوا هادشي يوميا يوميا كيتزيد حالات كبيره. كل نهار كنسمعوا 4000 4000 4000. المشكل هو عدد الوفيات تما كيتزادوا. فمتابعينا الكرام ديروا الكمامه ديالكم، راه كورونا خطيره ومعهاش اللعب، وغيحصل ارواح الابرياء. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكل متابعينا الكرام، انهم خاصهم حتى هما يتساعدوا معانا باش نحاولوا نوصلوا الفكره للناس كاملين. هادشي مابقاش فيه اللعب، هادشي مابقاش فيه اللعب ولا خطير. صباح النور خويا مراد، تحياتي واحلى خويا مراد، كيف صبحتي مزيان لاباس عليك. الله يلطف بينا وصافي يا ربي اخويا، وصافي خويا نجم يا ربي، الله يلطف بالجميع. فصراحة كنت منه ومن الله سبحانه وتعالى ان نرفع هذا الوباء وهذا البلاء، ورجعوا امني مطمئنين يا ربي. فكنت منه منكم تساعدونا كذلك انتم المتابعين الكرام، انكم توعيوا الناس، توصلوا لهم الفكره باللي هذا الفيروس راه خطير، راه كيحصد ابرياء يوميا، هو غادي في ارتفاع. ما بغيناش نوصلوا للحجر الصحي الشامل، ما بغيناش نوصلوا ليه، حيت بزاف الناس غيتضروا. فكنتمنوا من كل متابعينا الكرام انهم يشاركوا معنا هذا الموضوع اللي هو وضع الكمامه واخذ جميع الاحتياطات يا ربي. فكنطلبوا منكم ابتعد مسافه متر واحد على الاقل، خذ متر ديالك، خذ متر ديالك، ماشي احتياط للكورونا لا، لكن بزاف الامراض من غير كورونا هما كينتقلوا عبر الرداد. خذ مسافه اكبر عندما تكون في اماكن مغلقه، ملي تكون في واحد المكان مغلق خذ واحد المسافه اكثر. كل ما خديتي مسافه كبيره كل ما كتاخذ الاحتياط اكثر. الله يرفع عينا البلاء يا ربي، امين خويا نجيم وصافي. ديما 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 نظف يديك قبل ما تلبس الكمامه، قبل ما تلبس الكمامه نظف يديك،
وقبل ما تخلع الكمامة كذلك تنظف يديك كذلك، وتأكد ديما أنها كتغطي لك الأنف ديالك والفم ديالك والذقن ديالك، يعني تأكد أن الكمامة كتغطي لك الأنف ديالك والفم ديالك والذقن ديالك. وخد ديما خد كمامة قماشية، قماشية أحسن، هذا الشيء حجمي كتكون في واحد المكان مغلوق بزاف هي كتحمي كتر. ثاني يا خويا مورا، تحياتي لك خويا مورا، تحياتي لكم متابعينا الكرام اللي كيشاهدوا معنا على المباشر. فكنتمنى من الجميع يا ربي. خويا الطيب ابو الاصيل، تحيه الناس بن سليمان ونعم الناس الكرام، تحياتي لك خويا، تحيه متبادله خويا. فتحيه لكل متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، فكنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي اللي عودناكم به دائما من مدينه بن سليمان. فاغلى تحيه لكل متابعينا الكرام، فكنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ونتمنى نهاركم يجوز بالف الف خير ان شاء الله يا ربي. الله يرفع علينا البلاء والوباء ونرجع امنين ومطمئنين كيف ما كنا في الاول يا ربي. ديما نحاول متابعينا الكرام اننا ننظفوا يدينا بالصابون، دائما نظف يديك بالصابون ومطهر، دائما نزل معنا جل مطهر، يعني بعد اي عمليه درناها نحاول نعقموا يدينا. علاش داك التعقيم كيؤدي لازاله كل الجراثيم فيما ذلك حتى الفيروسات. اذا متابعينا الكرام كنقول لكم جد لكم الترحاب، نقول لكم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي اللي كان خصو لكم ديت بن سليمان. صباح الطيب ولا صباح الخير، صباح النور، وتحيه من ابو الاصيل لك شخصيات والناس بن سليمان كاملين من السعوديه، تحياتي لك خويا طيب، صباح الخير عليك ونتمنى نهارك يدوز الف الف خير. فاطمه ادالن، صباح الخير، صباح النور اختي فاطمه. فأغلى تحية لكل متابعينا الكرام متابعينا الأوفياء، فكنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، وأغلى تحية لكم كاملين، ونتمنى تكونوا كلكم بألف ألف خير. الله يرفع لنا هذا الوباء يا ربي، آمين يا ربي آمين. ختي نهى يا ربي آمين، ونرجع آمين مطمئنين كيف ما كنا في الأول يا ربي، نرجع المغرب في أمان ومرتاحين، ونمشيو العائلات ونجيو عندهم يا ربي إن شاء الله يا ربي. فأغلى تحية صراحة لكم متابعينا الكرام، فتحية طيبة عطرة لكل مشاهدينا الكرام، كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، واللي مريض الله يشافيه يا ربي، اللي مريض الله يشافيه، واللي مسافر الله يوصلو بألف خير. هادشي اللي كنتمناو لكل متابعينا الكرام. كرمال نروح محل جزارة صاحبي موجود، هذا محل شواء وحشني كثير، وربي يسعدكم يا رب. طيب ابو الاصيل، اين يوجد صديقك؟ في اي مكان؟ صباح النور اختي اسماء، صباح الخير عليك اختي اسماء. نجيم خويا، امين يا ربي علينا وعليك خويا، وتحياتي لك وتحياتي لكل متابعينا الكرام، كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين. صراحة كنتمنى من قلبنا الخالص أن المغرب يرجع بلد آمن مطمئن مرتاح كيف ما كان في الأول. نعم خويا نجيم، مرحبا بك في بن سليمان، مرحبا بك في مدينة بن سليمان خويا.
رجعوا كما كنا امين مطمئنين في العائلات ديالنا، يجوا عندنا نضحكوا معاهم نلعبوا معاهم نعمقوهم. حنا عارفين المغرب بلاد باقي، المغرب صراحة من بين البلدان اللي فيها العناق بزاف، يعني باقي فينا داك صراحة كلشي موحش عائلته، كلشي موحش خواله عمامه. ولكن المشكل انه مازال لحد الساعة كنشوفه، واخا كاين هذا الوباء هذا المرض، مازال بنادم كيسلم من الوجه، مازال بنادم كيتعانق، مازال بنادم كينظم اعراس. ده هو المصيبة الكحلة، بنادم لحد الساعة مازال موعاش بخطورة المرض. فيروس الفقر والظلم والاعتداء على النساء أخطر شيء في الأرض. نعم خويا حسين، الله يرفع علينا الوباء. أهلا أهلا أهلا، صباح الخير الحاجة، الحاجة سعاد مزيان. كي صبحتي كيف وليتي شوية بخير؟ لاباس عليك، أحوالك طيبة؟ خضار جزر مزيان، كان بطل المغرب هناك سابقا. نعم الصديق، نعم فرح، صباح الورد، صباح الياسمين أختي فرح غمراوي محمد، تحياتي لك خويا. صباح الخير عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، ف مرحبا بكم على هذا البث المباشر. نرحب بكل متابعينا الكرام وكنقول لكم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. نعم خويا محمد، حتى قل الدين وقل الايمان كنت صلى هادشي. تحية طيبة خالصة لكل المتابعين الكرام. اختي دنيا صباح الخير، اختي دنيا صابرين وصباح الخير كذلك اختي ايمان، احلى صباح لاختي ايمان، نتمنى لك يدوز بالف الف خير. نوبيا كتقول صباح الخير خويا، والله عينا من هذا الجو الكئيب. ايوا معنا غير بالصبر، كلشي بالصبر. مصطفى، مصطفى سلام، صباح الخير خويا مصطفى، صباح الخير عليك، كنت من هناك دوز الف 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 خير يا ربي. صباح الخير نادر، صباح الخير خويا نادر الفيلاتي، صباح الخير عليك خويا، أغلى تحية لخويا نادر. خويا بن داود انا في الشارع الرئيسي، انا حدا الشارع، حدا الشارع الرئيسي بالقرب من الشارع الرئيسي. خويا بن داود فين هاد الحي؟ هاد الحي كريمة قرب الشارع الرئيسي. سميرة مروك سلام خويا، سلام عليك اختي سميرة، صباح الخير عليك، نتمنى تكوني بألف ألف خير يا ربي. خويا سالي قالوا له ماسك نو بروتيج غير، لا كيحمي خويا. مرحبا بك في بلادك، بلادك مفتوحة ليك في أي وقت إن شاء الله، بلادك راك عارفة كده بلاد الكرام والجود. فمرحبا بكم كاملين كل المتابعين الكرام،
أغلى تحية للناس بوزنيقة. عبد العالي، تحية لك خويا عبد العالي وناس بوزنيقة كاملين، أغلى تحية لكم. الخليل، السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله خويا خليل، وأنت كيف داير؟ لاباس عليك؟ كل شيء مزيان الحمد لله يا ربي. الله يرفع الوباء والبلاء وارجع أمني مطمئنين يا ربي. مرحبا خويا عبد العالي، مرحبا والف مرحبا. فكنقول لكم متابعينا الكرام، والله العظيم من قلبنا الخالص اقسم بالله العظيم، كنتمنى المغرب يرجع كيف ما كان، رجعوا امن مطمئنين مرتاحين، نمشيو عند عائلاتنا. حتى حنا توحشنا عائلاتنا، حتى حنا توحشنا عائلاتنا صراحه، بغينا نمشيو عند عائلاتنا، بغينا نشوفوهم، بغينا نسلموا عليهم. نتمنوا من ربي يا ربي يرفع الوباء والبلاء ويرجع امن مطمئنين كيف ما كنا في الاول يا ربي. سميرة ماروك، توحشنا المغرب، مرحبا بك اختي في المغرب سميرة، مرحبا بك اختي في المغرب. ابراهيم، الله يسعد صباحكم يا ربي، امين خويا ابراهيم، وانت كذلك خويا. تحياتي من الريصاني الرشيدية، اغلى تحية للناس الرشيدية، ناس الريصاني، مرحبا. ام شاهيناز كتقول كيقتلوا ارواح الابرياء باش يديروا خطر لدول اخرى. صراحة كنتمناو ترفع الوباء والبلاء ورجعوا امنين مطمئنين يا ربي، هادشي اللي كنتمناو كاملين، رجعوا كيف ما كنا في الاول. فموضوعنا اليوم كان هو موضوع الكمامة. صراحة ولينا كنلاحظوا بزاف بدنا كيلبسوا الكمامة. الله يحفظك اختي سميرة، شكرا لك. فكان كنقول لكاع الناس صراحة، ديروا الكمامة ديالكم، راه كورونا خطيرة ما معهاش لعب، كتحصد أرواح الأبرياء. توحشنا المغرب، واخا حنا في المغرب أصلا. خويا ميدو كيفاش؟ انت في المغرب توحشتي المغرب. أغلى تحية للناس توريات، أغلى تحية للناس توريات. مرحبا خويا عبدو بوزيدي، تحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعينا الكرام. نقول لكم الطيب أبو الأصيل كيقول يا زين أخا مع الصافي وأشياء يزينها بصاحي، مثل القمر قلب أجي فيها فؤاد العليا أرتاح، يا رب جدد لي أوقاتي، وهي السنة يحصل المرواح خاص المغرب. هاي الشعر فتحياتي من هولندا، توحشنا مروك، مرحبا بك في المغرب، مرحبا بك في مروك وألف مرحبا. مرحبا بناس الجزائر، مرحبا بناس الجزائر، وتحياتي ليك خويا من المغرب. الله يشافي الجميع المرضى يا ربي، وتحياتي لكم والناس بركان. نعم يا ربي، تحية لكل متابعينا الكرام. فكنقول لكم الله يرفع الوباء وهذا البلاء ورجع امن مطمئنين يا ربي كيف ما كنا.
بغينا نعطيكم اعراض كورونا باش تاخذوا فكره. اعراض كورونا هي الحمى، السعال والتعب. اعراض كورونا هي الحمى، السعال والتعب. كذلك كتفقد حاسه الذوق والشم، حاسه الذوق والشم كتفقدهم. يقدر يكونوا اعراض اخرين منهم ضيق في التنفس، الام العضلات، القشعريره، التهاب الحلق، سيلان الانف، صداع، الم في الصدر. هذو هما الاعراض ديال الكورونا. الكورونا صراحه كتمحن، تكون كتمحن اللي يعني عندهم امراض القلب، فشل مثلا، فشل في القلب، امراض الشرايين، اللي عندهم السرطان الله يشافيهم يا ربي، اللي عندهم السداد الرئوي، اللي عندهم السكري من النوع الثاني، عندهم السمنة المفرطة كذلك تأثر عليهم، اللي كيكمي والتدخين، اللي عندهم مرض الكلى، اللي عندهم مرض الخلايا المنجلية، اللي عندهم ضعف جهاز المناعة، اللي عندهم الربو، اللي عندهم مرض الكبد، اللي عندهم زيادة في الوزن، اللي عندهم أمراض الرئة المزمنة، تليف في الكيسي ولا تليف الرئوي. أخويا راشد كيقول الفقر البطالة هي اللي حاصدة أرواحنا، أما كورونا ما دارت والو. علاج كورونا قرفة مطحونة، ملعقة صغيرة على الريق، وإن شاء الله تحميك من كل البكتيريا والفيروسات. أخويا الطيب تحياتي. صراحة أغلى تحية لكل متابعينا الكرام. أغلى تحية لكل متابعينا الكرام، وكنقول لكم كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.